मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उनका किया जाना है। आप देख सकते हैं कि वो पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भवन हुई मिस्र के राष्ट्रपति का, और अब मिस्र के राष्ट्रपति हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो देशों के बीच अगर हम संबंधों का जिक्र करें तो बहुत हैदराबाद हाउस से और दोनों ही नेताओं के बीच ये गर्व। السادات والسادة، لقد كان التعاون في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات اليوم، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك. وتناولنا أيضا السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد، وهي أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم.